هذا وحققت مملكة البحرين خلال مسيرتها الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تقدما وازدهارا متواصلا، ما جعلها نموذجا للعمل الديمقراطي الناجح. الزميلة شوق العثمان تستعرض أهم محطات المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، زخرت صفحات المملكة بالإنجازات الوطنية الرائدة في الإصلاح السياسي والديمقراطي، حيث بدأت المسيرة التنموية الشاملة عام 2001 بإقرار ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي ترجمت من خلاله الوحدة الوطنية. واستمرت هذه المسيرة بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية بنزاهة متناهية، آخرها في عام 2018 بنسبة مشاركة شعبية تجاوزت 67% لانتخابات مجلس النواب و70% للمجالس البلدية، وشاركت من خلالها المرأة في الحياة السياسية بنسبة 50% من الكتلة الانتخابية و19% من مقاعد السلطة التشريعية و23% من المجالس البلدية وأمانة العاصمة. وتولت رئاسة مجلس النواب تأكيدا على الدعم اللامتناهي للمرأة البحرينية في كافة المجالات. وتم استحداث نظم عصرية للعدالة والإصلاح إيمانا بأهمية التطوير، منها إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة لترسيخ قيم التسامح والمواطنة الصالحة، إلى جانب الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني عبر تطوير أعمالها وتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل تحقيقا لتطلعات المواطنين في مختلف مجالات العمل الوطني. المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مسيرة تزخر بالإنجازات وتكتب بماء من ذهب لما تحتويه من قصص نهضوية يفخر كل بحريني بالمشاركة فيها.